أنا النهاردة في الهيئة الإنجلية عشان أقدم التهاني والتبريكات والمحبة والمودة. الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية منذ إنشائها وهي بتهتم بالإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. بالوجود يا إله الكون. الكلام على إن في ثأر ديني، هذا الكلام كلام سخيف. وجودنا مع بعض واهتمامنا بتكسير خطابات الكراهية، مش بس تكسيرها، إحنا بنسعى معا لتجريمها. نحمد الله سبحانه وتعالى إن جعلنا في هذه البلد التي ملئت بأنوار الأولياء وأنوار أهل المحبة وأنوار أهل الصفاء. ولا تعسروا، غدا 2:00 ظهرا على قناة مصر الأولى